معانا النهارده مصممة ازياء مصريه عايشه في السعوديه وبتصنع حاجتها في الفتره الاخيره عندنا هنا في مصر، وخليني ارحب بعليا عفيفي. عليا ازيك؟ اهلا يا اخبارك شريف. ايه؟ الحمد لله منوره تمام، الشارع. بنورك بجد. اشكرك. دخلتي عالم تصميم الازياء ازاي وامتى وليه؟ دخلته تقريبا من 3 سنين، شهر 11 من كل سنه بتم سنه، فبقالي 3 سنين وشهرين ثلاثه كده. ليه بقى؟ دي الاهم. هستفيد، تسيبني بقى اقول يلا براحتي. يلا. بص، في فترة معينة وزني زاد بسبب ظروف صحية، كان عندي مشكلة في اللبس، كان عندي مشكلة في التنمر اكتر من اللبس، التنمر من المحيطين، رغم ان المحيطين شكلي كان احلى والله وانا وزني زيادة، يعني مش عارفة كانت دايما ايه الناس مشكلته لما وزنها يزيد بيبقى شكلها حلو فعلا، عامة، والوش والله بيبقى بس يعني احلى ايه تنمر من المحيطين؟ يعني من الاصدقاء، من القرايب، مش يعني عارفة كلمة تنمر دي كبيرة قوي، لا ده بيتريقوا عليكي؟ حقيقي. تخنتي، لا خسي، لا ركزي، لا، مع ان يعني ممكن يكونوا عارفين يعني ايه اللي بمر وقالوا لك بيه. كده؟ وقالوا حقيقي. لك تعرفيهم؟ اعرفهم لغاية المفروض. دلوقتي؟ بتتعاملي للاسف معاهم عادي؟ لا، ما بتعملش عادي، بس مضطرة اتعامل يعني. سوري، ده ايه القرايب والصحاب دول؟ في لا كده؟ عادي. في عادي؟ اكتر من كده. في اكتر من كده يا شريف، انت اكيد يعني بتشوفه لا ما يعني. يعني بس كملي. اكمل. بقيت عايزة ألبس لبس مثلا يناسبني من غير ما يبين تفاصيل، الكلام ده كله. يمكن الأول ما كانش بيفرق معايا قوي موضوع إن ألبس لبس محجبات مظبوط أو كده، هو اي محجبة المفروض تلبس لبس ما يبينش التفاصيل في المفروض الطبيعي يعني. لا، بس وقت لما بيكون انت الوزن قليل ما بيبقاش عندك مشكلة، لما الوزن بيعدي 90 بس دي مثلا مشكلة للحجاب، لان هو الحجاب المفروض لا يصف ولا يشف. بالظبط كده. لا يعني انت مثلا بسهوله بتلاقي، يعني الاوزان الصغيره بسهوله بتلاقي اي حاجه ممكن تظبط معاها، فاهمة. المشكله فوق ال 85 و90 لا، فعلا بيبقى فيه ازمه كبيره قوي. فابتدت من هنا الفكره ان انا عايزه اعمل حاجه ليا انا، يعني مش ان انا فاهمك. ابراند او ان انا اشتغل فيها، حاجه تناسبني، واسعه، شكلها حلو، خامه كويسه تعيش معايا، مش ان انا البسها لبسه لبستين وما اقدرش البسها وقررتي تاني. بقى تعملي ده؟ بالظبط كده. ما بدأش معايا ان انا عايزه اعمل بيزنس، لا، هو بدأ ان انا عايزه البس، وبفصل حتى على ايدي كام قطعه، المحيطين شافوا الحاجه، طيب لا اشتغلي فيها دي حلوه قوي، الكلام ده. واللي بيتنمروا اشتروا منها؟ لا ايوه برافو عليك، ما لا، ما تبيعيلهمش. اشتروش. ده انا متغاظ منهم اصلا. بس بديهم هدايا يا شريف. ما تديلهمش هدايا، خساره فيهم. ما تخرجهمش على الحلقه دي اصلا، عقوبا ليهم. لا اصل انا متغاظ. طب انا اقول لك حاجه يا شريف، في الاجازه دي فكرتهم. يعني قلت لهم ايه رايكم فيا لما خسيت؟ حلو، بس احنا ما رضيناش نقول احسن تزعلي، يعني يا جماعه لما انا كنت تخينه مش هزعل لما تقولوا، لما اخس مفيش اي لا هما كومنت. في الحالتين مش المفروض حد يعلق على جسم حد، ده حقيقي، ده وفي حقيقي. الحالتين احنا بنقول لكل واحد انت ما دام مرتاح كده خلاص. في الحالتين احنا بنشوف ان في بعض الناس بتاخد ادويه معينه او كورتيزون فجسمهم بيتملي، فبنسكت وبنقول لهم بالعكس بنجاملهم يعني الكلمة الطيبة صدقة طبعا. فعلا، بس لا، ما للأسف مش منتشرة قوي الكونسبت ده، مش منتشر بيبقى قوي ما للأسف عندي. يعني مش عايز اقول كلمه ازعل الناس. كملي. المهم، بدأت، عملت أول أوبن داي حضرته ب10 عبايات فقط لا غير، أو 10 دريسز. أول أوبن داي الناس حسوا الحاجة مختلفة، المقاسات مرتاحة يعني، ونزلت كمان صدفة، يعني أنا كنت بسأل حد من اللي بينظم الحاجات دي، لا تعالي، لا أصلا ما عنديش كولكشن مش هقدر، لا تعالي وهنبقى مبسوطين وانتي معانا، وبدأتي بقى. وانطلقت بقى. برافو عليكي. الحمد لله في خلال سنة عملت براند. الحمد لله براند علي واسم، عفيفي. وسمع معايا كويس حلو جدا. قوي. تعالي نشوف فاصل، وبعد الفاصل نشوف بقية الايه؟ يلا بينا، الحاجات الحلوة. يلا يلا. فاصل نرجع لكم، خليكم معايا لو سمحتوا.
النهارده بنشوف كولكشن خاص بربيع ورمضان 2023 مع مصممه الازياء علي عفيفي اللي جاينا مخصوص من السعوديه. منوره بلدك. منوره. طيب خلينا بس ننزل الفيسبوك والانستجرام على الشاشه الخاص بالبراند الخاص بحضرتك، وانت بتبيعي اونلاين ممكن اي حد في اي مكان يشوفنا صح؟ في اونلاين، في جروب الفيسبوك، وفي انستجرام طبعا. وعندك شوروم بقى في الرياض؟ في شوروم طبعا. فين في الرياض؟ وفي هنا الملز، حي الملز. اوكي. وفي طبعا هنا في مصر في وكيل فرانشايز. اثنين وكيل ما شاء الله. على الفيسبوك الناس هتلاقي الكلام ده كله. على الحاجات دي، على الجروب او كده بنزل كونتاكت. طيب. يعني عايز اعرف بتنقي الاقمشه ازاي؟ انت عندك اقمشه مصري مستورده ومن ده على ده، احكي لي بقى بتختاري الحاجات ازاي بتاعتك؟ انا كنت عايزه الاول، كان هدفي ان انا اختار خامه تقيله ما تصفش زي ما بيقولوا، تبقى حاجه قويه كده، تبقى شفافه او مكسنه. بالظبط كده. فاتجهت اتجهت للكتانات. الكتان اقدم خامه تعتبر، احنا اللي اخترعناها المصريين القدماء. بالظبط كده. فالخامه الكتان معالجه بقطن بحيث ان هي تدي قوامه الكتان ماسك نفسه، والقطن اللي هو يبرد يعني ما تحسش بحر وانت لابس الحاجه، اصلا الكتان عموما بيمتص الحراره ما يحسكش بحر. فالخامه الاساسيه بتاعتي هي الكتان. دخلت طبعا خامات تانية زي الحراير الاماراتي والكلام ده، بس دي على شكل سوت كده زي اللي انا لابساها مثلا، بتبقى لابس الشيميز دريس او البلاوز او كده كقطعه يعني سبيشال فوق الحاجه الاساسيه او البيزكس. صحيح. لكن لاين البيزكس عندي اللي هو البلاوز، البيزك دريس، الحاجات دي كلها من خامه الكتانات. تيجي نشوف اخر جزء؟ يلا بينا. يلا مزيكا. علي عفيفي النهارده قدمت لنا كولكشن خاص برمضان وعبايات رمضان وسهرات رمضان، وشرفتينا ونورتينا. ميرسي يا وكل ما تكوني في مصر نحب نشوفك عندنا هنا في 4 شارع الشريف. بجد ده شرف ليا. شرف لينا احنا. شكرا ليك يعني. شكرا، واتمنى تكون اتبسطتوا معانا النهارده في حلقه بدايه الاسبوع. نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم. باي باي.